النهارده هنتكلم عن موضوع خطير، وهي الحالة التي تلغي الحصانة وتسمح بالقبض على المتهم، وهي حالة التلبس. في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية نصت المادة على أن تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجن عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوع الجريمة، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه الفاعل أو شريك في الجريمة، أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك. والكلام ده اللي اتنشر واللي ذكرته جريدة اليوم السابع 4 يونيو 2019. وفي 4 حالات للتلبس. الحالة الأولى إدراك الجريمة حال ارتكابها، يعني يتم اكتشاف الجريمة لحظة ارتكابها، والاكتشاف ده ممكن يكون بأي حاسة من الحواس الخمس، فممكن يكون حالة التلبس بالرؤية زي ان يشوف الجاني وبيطعن المجن عليه، او بحاسة السمع في ان يسمع صوت الرصاصة قبل جريمة القتل، او في حاسة الشم ان يشم رائحة المواد المخدرة في مكان عام مثلا، وهكذا. تاني حالة من حالات التلبس هي ادراك الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وهي ان الجريمة ممكن تكون اكتملت بس تم اكتشافها بعد وقوع الجريمة بمدة بسيطة. والقانون ما حددش المدة لإثبات حالة التلبس في الجريمة، إنما اكتفى بوصف برهة بسيطة أي مدة معقولة. الحالة الثالثة هي تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة، والحالة دي لازم يتوفر فيها شرطين. الأول تتبع الجاني بأي شكل من الأشكال، والثاني هو أن يكون التتبع ده بشكل مستمر مش بالصدفة، وبيشترط القانون أن يكون الجاني تم العثور عليه في مكان الحادث وبه بعض الأشياء الدالة على ارتكاب الجريمة زي فلوس سرقها أو أن لبسه متقطع نتيجة المشاجرة مع المجن عليه. الحالة دي يمكن هي المتعرف عليها، فلو لاحظنا مثلا في فيلم ورقة شفرة أبطال الفيلم مش هم الجناة، ولكن وجودهم في مكان الحادث وبصماتهم على السكينة وكمان صياحهم قبل الجريمة بالتوعد وبالقتل أدى كل ده عزيزي المشاهد إلى وجود حالة من حالات التلبس اللي خلتهم متهمين في قضية القتل. ولكن تنتفي حالة التلبس إذا مر على هذه الجريمة وضبط المتهم مدة 3 أشهر. بس خلي بالك عزيزي المشاهد، هناك شروط لصحة التلبس بالجريمة. الشرط الأول الإدراك الشخصي للتلبس، بمعنى أن مأمور الضبط القضائي شاهد حالة التلبس بنفسه، يعني ما ينفعش تكون إثبات حالة التلبس نتيجة لشاهد لواقع الجريمة، بمعنى أن مأمور الضبط القضائي ما ينفعش يسمع أن الجريمة وقعت ويروح ويثبت حالة التلبس، لأن زي ما قلنا لازم يبقى فيه تتبع للجاني قبل وقوع الجريمة. ده غير ان كمان ما ينفعش يكون التلبس نتيجة عن استنتاج، بمعنى ان مأمور الضبط القضائي شاف المتهم بيدي الشخص حاجة كده مش واضحة فاستنتج هو ان الحاجة دي مثلا هي أداة الجريمة، لأن لازم عزيزي المشاهد تتوافر الظواهر الخارجية للجريمة. فتخيلوا معايا كده ان ضابط راح يفتش متهم بناء على اذن من النيابة العامة علشان ضبط مواد مخدرة، فليه الضابط ان في واحد تاني ساكن جنب المتهم وهو بيجري وفي ايده كيس، فقام الضابط بضبط الرجل ده وعصر بداخل الكيس على 2 تربتين من الحشيش. ففي هذه الحالة عزيز المشاهد لا يعد التفتيش الذي تم على الشخص الثاني ده قانونيا لعدم توافر حالة التلبس التي تجيزه. وده ليه؟ لأن ببساطة جري الشخص ده وبإيده الكيس لا يدل بذاته على وقوع الجريمة، لأن زي ما قلنا
لازم حالة التلبس تبقى بنفسه وعند وجود ظواهر خارجية واضحة. الشرط الثاني هو إدراك التلبس بطريق مشروع، وده معناه إن لازم يكون التلبس لا يخالف الأداب العامة. فمأمور الضبط القضائي مثلا ما ينفعش يراقب الجاني من خرم الباب بتاع الشقة بحجة إنه بيراقبه مثلا. لكن في حالة بقى عزيزي المشاهد غريبة شوية، واسمها التلبس الناجم عن التخلي الاختياري، وده معناه إن ممكن الجاني يثبت حالة التلبس على نفسه. مثلا لو طلع بطاقة للضابط واتضح ان على البطاقة حتة من انواع مخدرات، حتة بسيطة، في الحالة دي هو بيثبت على نفسه حالة التلبس، وهو ده التخلي الاختياري. لكن اذا وقف الضابط ده وقال للسواق مثلا هات بطاقتك، والسواق وهو بيطلع البطاقة وقعت حتة سلوفانة مثلا من جيبه، فراح الضابط فتح السلوفانة وليه فيها مادة مخدرة، تنتفي في هذه الحالة حالة التلبس. حالة التلبس زي ما قلنا عزيزي المشاهد انها من الحالات اللي بتلغي الحصانة، وده لان مش لازم يبقى في اذن نيابة وانها تقدر تتهم اي شخص ايا كان درجته. فتحية لهذه المادة التي جعلت من جميع فئات ودرجات المجتمع واحدا تحت مظلة القانون. شكرا.